خد الأزايز دي ادلقها وجيب بدلها أزايز جديدة. مش شغلك، مش أنا حر. شيل يا مصطفى يا مصطفى، أنا بحبك يا مصطفى. سبعتين في العطارين، أنت حتيجي يا مصطفى يا مصطفى. عش الزباين اللي في المحل كلهم على حساب. حاضر، لكن انا اتعشيت. اتعشى كمان؟ ما اقدرش اتعشى. وعلى كيفك؟ ده على كيفي انا جرسون عشي. حاضر، علشان ايه تدفع لنا الحساب؟ دي اهانة. اعتبرها اعانة. زباين المحل ده قدك وقدود، انت فاكر الزباين ايه؟ بص لهم كويس. شايفهم، النص اللي على يميني بهايم والنص اللي على شمالي حمير. انا مش بهيم. خلاص تعال على شمالي. او كذا جارسون. افندم، حسابك كام؟ 150 جنيه بس. بس يا راجل راجع حسابك كويس. انا بيتهيأ لانهم اكتر. مظبوط يا بيه، 150 جنيه. انت اللي بتغسلها، انت بتسرق المحل، انت لازم يرفدك. من فضلك يا بيه، انا عندي ذمه. ايه خلاص خد، ولو رجعت حاجة هخرب بيتك. أمرك بيه. ودي دول اللي بتوع الأوركسترا وقول لهم اضربوا لي تاني يا مصطفى. أمرك بيه. أنا عايزة تذكار يا حبيبي. وأنا. حاضر. وأنا. خدي. يا مصطفى يا مصطفى، أنا بحبك يا مصطفى. خمسين جنيه مصاريف سهرة امبارح. 5250 جنيه سيارة جديدة لوكس. 2000 جنيه تمن الشبكة لحبيبتي ناهد، يبقى المجموع 7500 جنيه. المجموع كله 7500 جنيه. يعني العفريت انتصر عليا؟ لا، ده انا لازم اشوف اي طريقة عشان اطير العشر تلاف جنيه دول. يا نهار اسود. هلو لو لو لو. هلو مدموزيل، من فضلك خليهم يحضروا لي العربية بتاعتي على الباب واطلبي لي شركة الملابس الغذائية. افندم. ايوة، الانسة ناهد شوقي. الو الو ناهد، ازيك يا نهنوتي؟ ايوه مصطفى، امال هيكون مين؟ اسمعي، انا هجيلك بعد 10 دقايق ان شاء الله وجايب لك حته مفاجاه جميله جدا. اتوتلاغ شغي اغف.
نهارك سعيد يا مدموزيل. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ انا سكرتير نقابه فراشين المحلات التجاريه. وصلتنا شكوى من واحد اسمه مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ كان بيشتغل فراش هنا في الشركه واترفض من غير سبب. الاقيه فين من فضلك عشان احقق شكوته؟ في المين هاوس. بيشتغل فراش في المين هاوس؟ لا، نازل هناك. نعم، زبون. بلاش يا مدموزيل، انا عايز الشخص الغلبان ده. هو زمانه جاي دلوقتي. عربيته وقفت، لازم هو. هو بيجي في عربيه؟ ايوه. اه، عربيه الشركه اللي بتوصل البضائع للزباين. هلو لو لو. مصطفى. مصطفى. مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ. انا يا فندم. العفو يا فندم العفو. ايش جابك لواحد جربوع زي ده؟ انا عايز مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ. انا برضه يا فندم. كلام ايه ده؟ ما تكلمي يا مدموزيل. والله العظيم هو حضرته سكرتير النقابه بتاعتكم. اهلا وسهلا. لكن ده لابس فخم قوي. يو، هدومك دي يا ابني؟ امال هدوم السفاح؟ ده شيء غريب. اعمل معروف ما تقلبش دماغي احسن، انا سهران للساعه 3 صباحا ولا نمتش كويس. كنت سهران فين؟ في الكباريه. لازم بعد ما بيخلص شغله في النهار بيروح يشتغل في الكباريه بالليل. مسكين، ماهيته مش مكفياه. مش مكفيه مين يا نيله؟ ده انا بروح الكباريه عشان ارقص وهيص. تصور بعد التعب ده كله اصرف بس 250 جنيه. شايف النحس؟ نحس. اه النحس. واذا كنتش منحوس كنت صرفت الفلوس كلها. انما يا ابني ربنا رزقني بحته جرسون ذمته انضف بالنظافه. يا ابني روح نام لك شويه عشان تفوق. يا اخويا اقعد انت، بلاش غلبه. اعمل معروف اكتب لنا وصل ب 2000 جنيه. ليه؟ للنقابه. انا متبرع للنقابه ب 2000 جنيه. يلا يلا. صرفت كم من المبلغ؟ 7500 جنيه بالتيله. وادي احنا كمان زحلقنا 2000 جنيه للنقابه، تبقى المساله هانت. اتفضل الوصله اهو. والفلوس اهي. يا قوه الله. بلاش غلبه، الزحلق. يا انا هتجنن هتجنن. اتجنن بعيد عن هنا. ايه اللي جاب الراجل ده؟ جاي يحقق في الشكوى اللي قدمتها لك في النقابة. ربنا يصلح له عقله. وعلى العموم كتر خيره. اه على الأقل خد مننا 2000 جنيه. أنا زعلانة منك. ليه؟ عشان رحت سهرت في كباري وطبعاً رقصت مع ستات. لو النبي، رقصت لوحدي؟ وإيه اللي وداك هناك؟ عشان أبقى أخطر ال 10000 جنيه ولا عاوزاني أخسر الرهان؟ تاني مرة ما تروحش هناك لوحدك. حاضر يا ستي. إيه هي بقى المفاجأة اللي أنت محضرها لي؟ غمض عينيكي. أهو. افتح عينيكي. تسمحي تقبلي ده مني؟ وايه المناسبه يا ناهد؟ انا في الحقيقه انسان وحيد في الحياه، ومحتاج لانسانه زيك تقعد جنبي وتنور علي حياتي. يعني انت اشتريت الخاتم ده عشان اشبكك؟ قلت ايه؟ في الحقيقه يا مصطفى انت فاجئتني بالطلب ده. عشان تبقي قدام الامر الواقع والشخص الواقع. طب مش احسن تكلم بابا في الحكايه دي؟ احسن برضو. انا هروح بكره اقابل ابوك الصبح واخطبك من ابوكي. بس عن اذنك، علشان الراجل اللي معايا في الرهان عاوز اروح اقابله. ممكن؟ طيب. عودي بالعافيه. مع السلامه. شبيك لبيك، خدامك بين ايديك، تطلب ايه؟ شرفت يا جميل المحيا. اما انا طالب منك معروف جامد قوي. نفسي ومن عيني تشوف لي وظيفه كبيره في شركه الملابس الغذائيه. وظيفه تخليني انتقم من المدير اللي وراني المر. نفسي اخلص طاري منه. دي حاجه بسيطه خالص، يلا بينا سوا. لا، خليك انت هنا على بال ما ارجع لك، لان انا رايح اقابل ابو ناهد عشان اخطبها منه. عن اذنك، مع السلامه. الله، ايه ده؟ يا ماما، ايه؟ انت عاوزه تتجوزي واحد مجنون يا بنتي؟ اقول له بتشتغل ايه؟ يقول لي بشتغل عند عفركوش ابن برتكوش، العفريت اللي كان في الفانوس. عفريت ايه وكان الفارغ ايه؟ ده مؤكد انه مجنون. يمكن بيهزر معاك يا بابا. ابدا، ده بيحلف 30 يمين. ولذلك انا لازم اتصل بالدكتور اللي ساكن فوقنا يجي يشوفه. مصطفى. نعم. انت قلت ايه لبابا؟ قلت له الحقيقه.
سألني بتشتغل ايه؟ قلت له مع العفريت اللي طلع لي من الفانوس. عفريت؟ اه. مالك مش مصدقاني؟ لا 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 مصدقاك. الله، طب امال عماله تبصي لي ليه كأن انا راجل مجنون؟ لا سلامتك من الجنان، انت مش مجنون ولا حاجه، بس بقى اذا كنت عايزنا نتجوز بلاش حكايه العفريت دي عشان بابا يوافق. بلاش يا ستي، مفيش عفاريت، لكن والله العظيم طلع لي عفريت. طيب طيب، بس بقى خلي الحكايه دي بيني وبينك. صح برضو، لكن والله العظيم طلع لي عفريت. مصطفى. نعم. بابا طلب لك دكتور. ليه؟ اصل متهيألوا ان صحتك تعبانه شويه. والله ما تعبانه الا ابوكي، ده انا صحتي برقبتي. ده لازم الدكتور، والنبي يا مصطفى زي ما قلت لك بلاش تجيب له سيره. خلاص ما تخافيش. بلاش عفاريت ولا حاجه. مفيش. والنبي يا مصطفى. اتفضل يا دكتور. اتفضل. هو حضرته؟ ايوه حضرته. ارجوك تفحصه بعنايه وتقدم لي تقرير عنه بكل دقه. طبعا طبعا، بس من فضلك سيبنا مع بعض على انفراد. وهو كذلك. نهارك سعيد. سعيد مبارك. ممكن اسال سيادتك في شويه معلومات بسيطه؟ اتفضل اسال. اسم حضرتك ايه؟ مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ. عمرك كام سنه؟ 38 في ابريل اللي فات. لا اللي جاي. لا 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 اللي فات اللي فات. متجوز؟ لا والله لسه ما اتجوزتش. الله، امال اتجننت من ايه؟ اتجننت؟ ده انا عاقل يا دكتور، عاقل. ايوه انت عاقل عاقل. ما اصبتش قبل كده بامراض خطيره؟ لا والله، هم كلهم شويه انفلونزا، شويه برد، شويه مغص، كله عيا ابتدائي ابتدائي. يعني ما حصلكش قبل كده انحطاط نفساني او تصدع في المخيخ؟ هو مين يا استاذ ده؟ انا صحتي زي الحديد، ده انا اقرقش الزلط. لكن قالوا لي ان سيادتك بتقول ان في عفريت بيطلع لك من الفانوس، قول لي ايه حكايه العفريت دي؟ عفريت ايه يا دكتور؟ اللي بيطلع لك من الفانوس. انا طلع لي عفريت؟ لا اسمح لي، ده انت تعبان قوي. تعالى تعالى، لا حول ولا قوه الا بالله. اقعد يا بابا اقعد يا شاطر اقعد. انت اسمك ايه؟ زهني عبد الله. عندك كام سنه؟ 40 سنه. ما جالكش انحطاط في المخيخ، تلخلخ نفساني؟ يا استاذ خلينا في العفريت. عفريت مين يا دكتور؟ انت تصدق ان في عفريت يطلع في القرن العشرين؟ العفاريت دي كانت زمان ايام كتاب الف ليله وليله. غريبه، لكن سيادته قال لي انك انت بتشوف عفريت. اصله تعبان شويه عشان كده اخترع حكايه العفاريت دي. اذا هو اللي. ايوه هو اللي. فست، امال ايه؟ ازاي الحال يا دكتور؟ ازيك انت يا استاذ، ازيك انت؟ انا كويس. هو قلب على حكايه العفريت؟ يا عزيزي انت لازم تغير هوا، انت اعصابك تعبانه جدا. انا ولا هو؟ هو كويس جدا، قال له ما جابليش سيره العفريت. نهاركم سعيد. مع السلامه دكتور. الله يسلمك. امال ايه اللي كنت بتقولوا لي قبل ما يجي الدكتور؟ يا راجل بهزر معاك، تقوم تاخد الحكايه جد؟ بقى كده؟ الله يجازي شيطانك. يعني حكاية العفريت دي يعني كده؟ أنا مسألة دعابة هزار. الحمد لله. يخرب بيتك. إيه ده؟ أنت بتشتمني؟ العفو يا سيدي، أنا بقول له هو. تقول له هو؟ هو في حد غيري وغيرك هنا؟ أصل ما حدش يقدر يشوفني ولا يسمعني غيرك انت يا مصطفى. طب انكشح بقى لا سيح دمك. سيح دمي؟ انت عصرت لي تسيح الدم يا سيدي. انا ما بقولكش انت. امال بتقول لي مين للباب للشباك للعفريت؟ عفريت؟ انت رجعت تاني للعفريت؟ لا هو اللي رجع لي من غير مناسبه. هو فين؟ فين هو؟ قدامك اهو. انا مش شايف غيرك انت. انا جاي استعجلك عشان رايح مشوار قريب لغايه جنوب افريقيا. رايح جنوب افريقيا؟ افريقيا؟ انا جبت لك سيره جنوب افريقيا؟ ازاي الدكتور يقول عليك عاقل؟ عاجبك كده وش النكد؟ ما تزعلش، انا هصلح لك كل حاجه يا مصطفى، هعينك في وظيفه كبيره. يلا بينا. يلا يلا يا حبيبي. في جدول اعمال النهارده جواب مهم قوي هقراه لكم. صباح الخير. صباح الخير. يبقى تاني مره ما تتاخرش. حاضر يا فندم، كل اسف. السيد رئيس مجلس اداره شركه الملابس الغذائيه، علمت ان الشركه ستطرح للبيع 50,000 سهم، ويسرني ان ابلغكم اني على استعداد لشرائها ودفع الثمن دفعه واحده، بشرط ان يعين صديقي الاستاذ مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ. مصطفى الفراش بتاعي هلمت تكسحت. في وظيفة محترمة بالشركة، الإمضة.
عفركوش ابن برتكوش. ايه الاسم الغريب ده؟ عفركوش ابن برتكوش ده معقول يكون اسم؟ ده اسم مركب، اسم نصاب لازم يسكن. على كل حال دي جات لنا نجدة من السماء. انتوا عارفين ان احنا محتاجين للمبلغ ده لتغطية مركز الشركة المالي. انا موافق، وانتم؟ موافقون. في الحالة ديت نعين مصطفى عبد الحفيظ عبد الحفيظ مديرا لأعمال الشركة بدل من مرسي. موافقون. هزلت وزبلت وتنجلت. مبروك، خلاص يا سيدي اتعينت مدير اعمال الشركة. اتفضل اتفضل، روح استلم وظيفتك يا صفصف. افندم عمال اضرب لك في الجرسات من الصبح، ما جيتش ليه؟ قاعد على ودانك؟ انا يا فندم جيت على طول لما سمعت الجرس. خد الصورة المقرفة دي ارميها برا. انا اعصابي تعبانة، مش عارف ليه تعبانة. وشك؟ عشان ايه يا فندم؟ تسديد حساب. وشك 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 وشك. اغنم جامد قوي. يا جناب المدير، انت شرفت وشي بلمس صوابعك الكريمة. انا اشكرك من اعماق فؤادي المحتقن. معلش محتقن محتقن، انقشع انقشع. بونجور مدموازيل نائب، اتفضلي عودي اتفضلي. العفو يا حضرة المدير. مدير؟ مدير ايه وهباب ايه؟ لما نبقى مع بعض شيل التكليف. العفو يا حضرة المدير، ده انا موظفة بسيطة في الشركة. طب انا كمان موظف عندك. يا خبر ازاي يا فندم؟ احنا مش هنتجوز؟ انا جايبة لحضرتك كشف المهيات، اتفضل عن اذنك. ايه اللي جراها؟ ده انا كنت فاهم انها هتحبيني لما هبقى في المركز ده. انا عصبي عصبي ازاي؟ مش فاهم ليه مش فاهم. افندم جناب المدير، انا عصبي عصبي جدا، اديني وشك يا بيدا. انت سيدي قوي، انت يا مرسي بتنبسط لما انا بضربك؟ جدا جدا. طب بالعندي فيك مانيش ضربك يا جناب المدير. انا شايف ان جهازك العصبي متعب مرهق. لازم لك شوية ترفيه، شوية بوبينيزم اعصابك تستريح. سهرة جميلة، قعدة ظريفة، وبالشكل ده تستريح اعصابك وتهدى. فعلا فعلا. سيب الحكاية دي علي، انا حوضب لك سهرة العمر يا جناب المدير. وانت لك علي حرقعك 80 قلم علشان اعصابك تريح. اشكرك اشكرك. طيب تسمع تنقشع؟ تسمح لي بس اقولك اخر كلمة. انت اللي لادي معزوم عندي في البيت. طيب تسمع تنصري؟ اشكرك اشكرك. تلج يا اكسلانس. لزومه ايه التلج ما دام انت موجود؟ يا نكته ظريفه. دمك خفيف يا اكسلانس. عشت عشت. هاتي دي حاجه حلوه قوي. انا هجيب لك عناوه علشان انت عندك مؤهلات جامده قوي. متشكر يا اكسلانس متشكر. خد اشرب من ايدي يا شريف. ابوس ايدي. والكاس ده علشانك يا طارق. في صحتك. طب وكيفي قلبي؟ لا انا مش قادر خلاص. حط عليك ما تكسفني. لا ما عاش مني كسفت، بس انا شربت كتير. اشمعنى شربت منه؟ ولا انا يعني مش قد المقام؟ ما اقدرش، ما عاش اللي يكسفني. ايه رايك يا صفصف؟ يا سلام، ده انت تلوحي. انا رقصت عشان خاطرك انت بس، انا من عيله كبيره قوي. وماله؟ اصل يا بنتي رقص العائلات ده بيسموه رقص الحكمه. نكته ظريفه. تحب نقعد في الفرندا شويه عشان تشم الهواء؟ ايوه، بيتهيألي سعاده البيه بيحب الهدوء والسكينه. ايوه انا اموت في الهدوء والسكينه. تحب اجي معاكم؟ لا لا انا عاوز الهدوء والسكينه، مش رايه وسكينه. نكته ظريفه.
يا سلام على الهوى. انت بتحب الهوى؟ انا احب الهوى واموت في الهوى واطير في الهوى. يا هوى يا هوى. انت لطيف قوي يا صفصف. عشتي يا بختان اللي هتتجوزك يا ست. ده من ذوقك. تعرف ان انا بخت وحش؟ لو كان بخت كويس كنت وقعت في واحد زيك بدل الدهول اللي انا متجوزاه ده. الله يكون في عونك يا شيخه. الا قوليلي انت متجوزه تبرع؟ هعمل ايه؟ اسمتي كده. اسمتك زفت عطران من عيب سبينينا. انت بتحبيه؟ احب فيه ايه حصره؟ اللي ما فيه حاجه تتحب. ايوه فعلا ده ما فيهش حاجه تتحب. بوتيتن ده سمك. ده بارد. يوح. مقطع. هو لسانه زفر وايده طويله. اسأليني انا. اخ يا ناري لو كنت اضمن لنفسي عيشه محترمه وقراضي يكفيني كنت طلعته بالتلتمية. ايه هي العصمه فيدي؟ ايوه. طب ومستنيه ايه؟ ما تطلقيه. الواحد لما يكون عنده كلب سعران يسربه علشان ما يحطش فيه.